تجددت الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الإيرانية طهران ومدن إيرانية أخرى لليوم الرابع على التوالي، وسط تعالي هتافات تنادي برحيل مرشد إيران. وخرجت حشود في كل من طهران ومشهد وكرج واندمشق وشيراز مركز محافظة فارس وقهدرجان بمحافظة أصفهان، وذلك احتجاجا على سياسات النظام الإيراني في المجالين السياسي والاقتصادي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب وتردي الأوضاع المعيشية.